السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، صحة لاباس، كل شيء مزيان. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ناشطين وفرحانين بإذن الله. كنتمنى أختي إلا كنتي كتشوفي الفيديو ديالي لأول مرة، كنتمنى تشتركي في القناة وتضغطي على الجرس باش يوصلك دائما الجديد ديالي. وما تنساوش البنات المتتبعات زوينات ديالي اللي كيموتوا عليا وكنموت عليهم، لي لايك البنات غير للدعم باش تزيد القناة ديالي ان شاء الله القدام. لما نطول عليكم، المهم البنات جبت لكم اليوم واحد الكريم اللي خطير وزوين زوين بزاف، اللي كينقي البشرة وكيفتحها، يعني غادي يولي لك الوجه ديالك منور ان شاء الله باذن الله، وغادي تختفي لك اثار الحبوب، وغادي يفتح لك اللون ديال البشرة ديالك. وكيف ما كتشوفوا يعني المكونات اللي سهله وبسيطه، وكريم اللي سهل، يعني المكونات ديالو كاملين غير في الدار. والمكون الاساسي البنات كيف ما كتشوفوا اللي عندنا في هذا الكريم هو المعدنوس او البقدونس كيف ما كيسموه في البلدان العربيه. ديتو غسلتو كيف ما كتشوفوا، راه باقي شويه ما ناشفش مزيان، وغادي نقطعو باش يسهل عليا، غادي نقطعو بالعيدان ديالو باش يسهل عليا نديرو في الكاسرونه، حيت ما رميوش لي هاد العويدات، حتى هما ضروري ما نديروهم حيت كله فائده. هاد المعدنوس البنات راه كنز عندنا في الكوزينه ديالنا وكنجهلوه، حيتاش عنده فوائد كثيره 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 بزاف، سواء على الوجه او على الجسم كامل. في الوجه كينقيه، كيفتح البشره، كيحيد هذا، كيساعد على ازاله التجاعيد في الوجه اللي كتكون في الوجه اللي حدا العينين. ولكن البنات كيف ما كنقول لكم دائما كتقول لكم اختكم ايمان، المداومه على الوصفات الطبيعيه، كتبغي الصبر وكتبغي المداومه، ماشي كديري مره ولا جوج غادي تقولي لا ما دار ليا والو، لا غادي تداومي عليه ان شاء الله وغادي تشوفي النتيجه ان شاء الله وغادي تدعي معايا. غادي نجيب هكا واحد الكاسرونه، غادي نديرو عليها المعدنوس ديالنا اللي قطعناه كامل، يعني بالعواد ديالو، ضروري ما ديروه بالعواد ديالو، ما ترميوهمش. وغادي نزيدو عليه، غادي نزيدو عليه جوج كيسان ديال الماء اللي كبار عادي البنات، الماء من الروبيني. صافي غادي نغطي عليه كامل، جاني الماء قليل البنات، غادي نزيد واحد الكاس اخر على حساب الكميه، خاص غير خاص الماء يكون يعني مغطي المعدنوس. هنايا انا عندي درت ثلاثه الكيسان كبار ديال الماء، ودابا غادي نشعلوا عليه البوطه وغادي نخليوه يغلي لمده 5 ديال الدقائق حتى يغلى لينا مزيان عاده باش نطفيو عليه. البنات من بعد ما غلى ليا المعدنوس مع الماء مزيان، خليته 5 دقائق وغلى كيف ما كتشوفوا مزيان، ودابا غادي نطفي عليه وغادي نخليه حتى يبرد ونرجع معكم. ودابا البنات بعد ما برد لينا المعدنوس تماما، غادي نجيبوا الخلاط وغادي نشوفوا كما كتشوفوا اللون ديالو البنات، كيطلق اللون مزيان. صافي غادي نطحنوا، حنا عندنا الغراض يعني بكل شيء، بالعويدات بالوراق بكل شيء عندنا به الغراض، غادي نطحنوه بكل شيء ليه، بالماء ديالو بكل شيء ليه، باش يبقى لينا الفائده كلها تبقى لينا فيه. ودابا البنات غادي نمشي نطحنوا ونرجع معكم. ودابا البنات بعد ما طحناه غادي ناخذو نصفيه. ودابا البنات خديت هاد الكاس عمرتو صفيتو مزيان كيف ما كتشوفوا، وهذا الشيء اللي بقى ليا البنات ما تلوحوش حتى هو صفيوه وديروه في الثلاجه، وصفيوه وديروه مع الصباح بحال هكا، خذوه وديروا معاه قطينه بحالكم ومسحوا بها الوجه ديالكم، راه زوين بزاف هاد الماء ديال المعدنوس، يعني كيف ما قلت لكم الفوائد ديالو راه لا تعد ولا تحصى. ودابا غادي ناخذوا الكاسرونه اللي طبخناها فيها، غادي نديروا فيها الكاس اللي صفينا ديال المغلي ديال المعدنوس،
وغادي نضيف عليه واحد جوج معالق ديال النشا او نشا الذره، ما او المايزينا. غادي نضيف عليها جوج ديال المعالق كبار باش هكا كيولي عندنا الخليط كريمي. وحتى النشا البنات راه زوينه زوينه بزاف للبشره، هي كتفتح لينا اللون ديال البشره البنات. النشا فهي راه مفيده. صافي البنات غادي نبقاو نخلطو هنايا قبل ما نديرو في البوطه باش كنحيدو ديك التكتلات ديال النشا، عاد باش نديروها تغلى باش ملي نديروها في البوطه ما تكتلش لينا. نتوما كما كتشوفوا ما بقاتش النشا ما بقاتش متكتله، يعني قلت لك كيف ما قلت لكم حتى تذوبوها مزيان مزيان وهي بارده، عاد باش ديروها فوق البوطه باش ما تكورش. ودابا البنات غادي نشعلوا عليها نشعلوا عليها النار، وغادي ما نخليوش مرتفعه النار، غادي نديروها متوسطه. ودابا البنات ملي درناها فوق النار كيف ما كتشوفوا ما خصناش نهداو عليها نهائيا بالتحريك باش ما تكتلش لينا النشا، راكم عارفين النشا في ساعه كتكتل. في كيف ما كتشوفوا غادي تحسوا بالخليط كيولي كريمي ثقيل كيتقال، كيتبخ شويه وكيولي ثقيل صافي، وكتحيدوه من فوق النار. ودابا البنات من بعد ما حيدت الكريم ديالي من فوق النار غادي ناخد واحد غادي ناخد زيت جوز الهند، حتى هو اللي زوين للبشره بزاف البنات. نديرو بحال هكا، واخا حيت عندي هنايا الخليط ديالي باقي سخون يعني راه غادي يدوب. غديروا المقدار ديال واحد العاشق كبيره ديال زيت جوز الهند، غير حاولوا تاخدوه ويبقى عندكم وتستافدوا منه في بزاف ديال الوصفات اللي غادي نحطها لكم به ان شاء الله. انتما كيف ما كتشوفوا راه بدا كيدوب حيت باقي عندي الخليط كيف ما قلت لكم ديال المعدنوس راه باقي سخون. وغادي نزيد عليه جيل الويفيرا البنات، لي هذا جيل الويفيرا حتى هو غادي نديرو عشق كبيره. كيف ما كتعرفوا البنات الجيل الويفيرا وكيساعد على تفتيح لون البشره. وصافي البنات غادي نخلطوه مزيان مزيان، وغادي نحتفظوا بالكريمه البنات في الثلاجه. غادي نستعملوه نبقاو نستعملوه لمده 15 يوم ضروري، ما يبقى في الثلاجه ما يخرجش من الثلاجه البنات. ومنين نبغوا نديروه منين نبغوا نحطوا الكريم غادي نغسلوا الوجه ديالنا مزيان مزيان يعني يكون نقي دائما قبل من الماسكات. ديما كيف ما كنقول لكم تغسلوا الوجه ديالكم مزيان مزيان، المهم بالصابون اللي مول فين كتغسلوا به الوجه ديالكم، وتنشفوه مزيان وتاخذوا بحال هكا الكريم. انتم كيف ما كتشوفوا راه واخا خضر مني كدار في البشره راه كيولي شفاف ما كيبقاش يبان البنات. كريم لي زوين زوين بزاف البنات وغني غني، هاد الكريم غير ديروه على حسابي البنات راه زوين زوين بزاف والله العظيم. مكونات كاملين اللي فيه كاملين خطيرين وكاملين زوينين على البشره. مهم كيف ما قلت لكم غادي ديروه حتى الليل، تنظفوا الوجه ديالكم مزيان وتحطوه لمده ساعه ولا خليوه حتى ساعتين، حيت كل المكونات كلهم اللي فيه طبيعيه ما غادي تضركمش ما والو. خليوه حتى ينشف في الوجه ديالك تماما وتستفد منه البشره، خلي تستفد منه البشره مزيان مزيان. عاده باش البنات عاده باش غسلوه وديروا المرطب اللي كديروا من ورا لي ماسك، وديروا واحد المساج دائري البنات من تحت لفوق من تحت لفوق باش البشره كتمتص هاد المكونات كاملين وتستفد منهم البنات. كيف ما كتشوفوا مني كتكملوا لهذا مني كتكملوا التخلاط ديالو كتاخذوا هكا شي بواطات ولا يكونوا ديال الزاج ولا ديال بلاستيك حتى هو ماشي مشكل حتى هو ديروا فيه. المهم كيف ما قلت لكم غير يبقى في الثلاجه مازال غادي يتجمع، ملي غادي يدخل الثلاجه البنات غادي يتجمع الخليط مزيان، غادي يبرد وغادي يتجمع
وصافي البنات، هادشي اللي كاين. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وكنتمنى البنات ما تبخلوش عليا بلي لايك لي لايك لي لايك البنات، غير باش تدعموني وباش تزيد القناة ديالي القدام. وصافي البنات، هادشي اللي كاين. يلا بسلام عليكم، احتاجي فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو في راسكم.